طيب خلينا بقى نروح للمعدل العام التحليلي بالنسبه للبايرن. كيف يسير معدل البايرن العام؟ بالنسبه للمعدل العام في الدوري، هم طبعا لعبوا في ال 20 مباراه اللي لعبوها، معدل استحواذهم على الكوره في الدوري كان 59%، يعني نقول 60% بيستحوذوا على الكوره في المباريات. نسبه دقه تمريراتهم 85.4، عدد معدل المحاولات عندهم في الماتش الواحد بيعملوا 16 محاوله في الماتش الواحد، منهم 6 و7، يعني 7 محاولات صح. 7 محاولات بين الثلاث خشبات. الشباك النظيفه، وده الرقم اللي هو يعتبر السلبي عندهم، ان هم عندهم 5 مباريات شباك نظيفه بس من 20. بايرن ميونخ قعد 11 مباراه على التوالي في الدوري ما بيخرجش شباك نظيفه، عشان كده هو عنده نقاط ضعف اكيد في الدفاع. ليه؟ لانه قعد 11 مباراه في الدوري الالماني بيستقبل اهداف على التوالي. معدل المراوغات الناجحه عندهم 10.7، طبعا رقم كبير في الماتش الواحد، كل الارقام اللي احنا بنقولها دي كل 90 دقيقه يعني في الماتش الواحد. معدل الحصول على الاخطاء بيحصلوا على 11 فاول، بدليل ده بياكد برضو انه الفرق الثانيه بتحاول تستخدم العنف كتير معاهم، وبرضو بياكد المهاره العاليه اللي موجوده عند الاجنحه وعلى مستوى اللعيبه في كلها يعني. بعد كده معدل الفوز بالالتحامات الهوائيه 13.3، ده رقم كويس برضو ان هم بدنيا جيدين جدا. نيجي بعد كده لمعدل ارتكاب الاخطاء، بيرتكبوا 9.9 اخطاء في الماتش الواحد، ده برضو بياكد ان هم بيلعبوا او بدنيا اقوياء. نيجي برضو لمعدل احراز الاهداف، معدل احراز الاهداف في الماتش الواحد 2.9، يعني 3 اهداف في الماتش الواحد في الدوري الالماني، قوه هجوميه كبيره جدا. اما على المستوى الدفاعي 1.3 هدف كل مباراه، يعني بيستقبلوا اكتر من هدف في المباراه، وده رقم سلبي بياكد برضو ان في قوه هجوميه كبيره جدا، شراسه هجوميه عندهم، وعندهم ضعف في خط الدفاع. هم خامس اقوى خط دفاع، مش الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. مفروض ان هو الارقام بتاعه البايرن كانوا دايما بيبقوا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، اما السنه دي الملحوظ مع بدايه السنه تحديدا ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كتير. ديت يمكن ارقام المعدل العام التحليلي لفريق بايرن ميونخ.